جدل ارتفاع اللحوم والطماطم قبل حلول شهر رمضان يصل إلى البرلمان. وصل جدل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والطماطم إلى البرلمان بعدما طلبت فرق المعارضة بمجلس النواب الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة من شأنها تطويق أتمنة اللحوم لجعلها في مستوى معقول بالنسبة للمواطنين خاصة وأن شهر رمضان يقترب. ويسود القلق للمستهلك المغربي أسابيع فقط قبل حلول شهر رمضان بعدما تبين أن الأسعار تواصل ملحها التصاعدي خاصة اللحوم الحمراء والطماطم. ومن المرتقب أن ينعقد الجمعة اجتماعا في مقر وزارة الفلاحة ويضم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومنتجون، وذلك بعد نحو أسبوع من اجتماع مماثل للوقوف على وضعية إنتاج الطماطم وتداول هذه السلعة وكيفية تأمين عرض كاف في الأسواق.